بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه أسرار ترتيب القرآن. وصلنا إلى قول الإمام السيوطي: وأما ابن مسعود رضي الله عنه فقدم في مصحفه البقرة على النساء وآل عمران، فقدم في مصحفه سورة البقرة على النساء وآل عمران والأعراف والأنعام والمائدة ويونس، فراعى السبع الطوال وقدم الأطول فالأطول، ثم ثنى بالمئين فقدم براءة، ثم النحل، ثم هود، ثم يوسف، ثم الكهف، وهكذا الأطول فالأطول، وذكر الأنفال بعد النور. ووجه مناسبتها لها أن كل منهما مدنية ومشتملة على أحكام، وأن في النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وفي الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون الآية. ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة، فإن الأولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية، فتأمل. فإن الأولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية فتأمل. سورة براءة. أقول: قد عرف وجه مناسبتها، ونزيد هنا أن صدرها تفصيل لإجمال قوله في الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وآيات الأمر بالقتال متصلة بقوله تعالى هناك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية. ولذلك قال هنا في قصة المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر، وهو أنه سبحانه في الأنفال تولى قسمة الغنائم، وجعل خمسها خمسة أخماس، وفي براءة تولى قسمة الصدقات وجعلها لثمانية أصناف: الصدقات الواجبة وهي الزكاة، وجعلها لثمانية أصناف وهي مشهورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وتفصيل شروطها مذكورة في كتب الفقه المطولة. سورة يونس. أقول: قد عرف وجه مناسبتها فيما تقدم في الأنفال، ونزيد هنا أن مطلعها شبيه بمطلع سورة الأعراف، فإنه سبحانه قال فيها: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، فقدم الإنذار وعممه، وأخر البشارة وخصصها، وقال تعالى في مطلع الأعراف: لتنذر به
وذكرى للمؤمنين. فخص الذكر وأخرها وقدم الإنذار وحذف مفعوله ليعم، وقال هنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في أوائل الأعراف مثل ذلك، وقال هنا أي في سورة يونس يدبر الأمر، وقال هناك مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. وأيضا فقد ذكرت قصة فرعون وقومه في الأعراف، واختصر ذكر إغراقهم وبسط في هذه السورة أبلغ بسط، فهي شارحة لما أجمل في سورة الأعراف منه. ما أجمل القرآن وما أحسن ترتيبه لمتأمل ومدقق في الآيات ليفهم معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما أجمل في موطن إلا وبين في مكان آخر حتى يكون القرآن بجميعه مفسرا لبعضه بعضا. سورة هود عليه السلام، أقول وجه وضعها بعد سورة يونس زيادة على الأوجه الستة السابقة أن سورة يونس ذكر فيها قصة نوح مختصرة جدا مجملة، فشرحت في هذه السورة وبسطت ما لم يبسطه في غيرها من السور ولا في سورة الأعراف مع طولها ولا في سورة إنا أرسلنا نوحا مع خصوصها التي أفردت لقصته عليه السلام. فكانت هذه السورة أي سورة هود شارحة لما أجمل في سورة يونس توفية بالقاعدة، ثم إن مطلعها شديدا الارتباط بمقطع سورة يونس، فإن قوله هناك واتبع ما يوحى إليك هو عين قوله هنا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. سورة يوسف عليه السلام، أقول وجه وضعها بعد سورة هود زيادة على الأوجه الستة السابقة أن قوله في مطلعها نحن نقص عليك أحسن القصص مناسب لقوله في مقطع تلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن أنباء هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ما فصله الله تعالى في سورة يونس، وأيضا فلما وقع في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب عليهم الصلاة والسلام، وقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ذكر هنا حال يعقوب مع أولاده وحال ولده الذي هو من أهل البيت مع إخوته، فكان كالشرح لإجمال ذلك الذي ذكر في سورة هود وهو قوله المتقدم فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكذلك قال هنا ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فكان ذلك كالمقترن بقوله في سورة هود رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب النزول أن يونس نزلت ثم هود ثم يوسف،
وهذا وجه آخر من وجوه المناسبة في ترتيب هذه السور الثلاث لترتيبها في النزول هكذا. سورة الرعد، أقول وضع وضعها بعد سورة يوسف زيادة على ما تقدم بعدما فكرته فيه طائفة من الزمان، أنه سبحانه وتعالى قال في آخر تلك: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ففي هذه الآية تنبيه لخلق الله تعالى أن آيات الله تعالى المتلاطمة في هذا الكون في طيها أسرار من عند الله تعالى، لا يتنبأ إلى تلك الأسرار إلا من وفق لإدراكها وفهمها والاتعاظ بها. والله تعالى يقول في نهاية سورة يوسف عليه السلام: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال في مواطن كثيرة: سنصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فجاءت سورة الرعد تفصل لنا كيف نفهم تلك الآيات ونقتبس منها معاني أسمائه وصفاته ودلالات تلك الآيات، وماذا يريد الله تعالى من إيصال هذه المعاني لقلوب الناظرين إليها حتى يتعظ ويتذكر ويخاف الله عز وجل ويذعن بين يديه. فذكر الآيات السمائية والأرضية مجملة، ثم فصل في مطلع هذه السورة بقوله، أي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. تفصيل للآيات السمائية: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فذكر في هذه الآيات المباركات أن الله تعالى جعل هذه الآيات لقوم رزقهم الله تعالى الفطنة والفكرة النيرة التي يتوصل بها إلى إدراك تلك الآيات. وذكر في الآية الثانية: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأيضا خاطب الله تعالى أصحاب العقول النيرة: ماذا يدرك من تلك الآيات؟ أقول أنا المتحدث لكم: من أدرك سر النباتات في هذا الكون وكيف أن الله تعالى يرينا آياته سارية في كل ذرة من ذرات الكون وفي النباتات كلها، وأنها في يوم واحد ترى عليها من آثار قدرته وإرادته وعلمه ودلالة كلامه سبحانه ما يشير إلى أن هذه الأشياء كلها خاضعة لقدرته مذعنة لإرادته سابق علمها في علمه تعالى، وإنما يظهرها الله تعالى ليرينا ماذا كتب الله لنا في هذا الكون وماذا أراد الله تعالى من خلقه. وتلك الآيات نبينها لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، هذا تفصيل
للآيات الأرضية. هذا مع اختتام سورة يوسف بوصف الكتاب ووصفه بالحق، وافتتاح هذه بمثل ذلك، وهو من تشابه الأطراف. ولهذا كان ختام سورة يوسف عليه السلام ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وافتتاح هذه السورة تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إلا من وفقه الله تعالى إلى الإيمان. اللهم وفقنا لمحبك يا أكرم الأكرمين، وافتح علينا وعلى سائر عباد الله المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بمفاتيح العلم والفهم والإيقان. سورة إبراهيم، أقول وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بعد إفكار فيه برهة، أن قوله في مطلعها كتاب أنزلناه إليك مناسب لقوله في مقطع تلك ومن عنده علم الكتاب، على أن المراد به على أن المراد بمن ومن عنده هو الله تعالى جل جلاله، لا كما فسره المغرضون والخارجون عن نصوص قواعد التفسير. وأيضا ففي الرعد قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم جزاء لما كان منهم، وذلك مجمل في أربع مواضع: الرسل والمستهزئين وصفة الاستهزاء والأخذ. وهذا كله مجمل لا بد من بيانه، وقد فصلت هذه الأربعة في قوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الآيات. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. والمستهزئون وصفة الاستهزاء بين الله تعالى في قوله فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وفي قوله تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، وقوله لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، والآخر في قوله تعالى لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ما أجمل القرآن وما أكمله وأفخمه، وهو قصيدنا ورصيد ديننا ورأس مالنا، جعل الله فيه أنباء الأولين والآخرين، وذكر الأنبياء والمرسلين، وذكر المؤمنين والكافرين، والمقبلين والمدبرين، لنعلم أن الله تعالى رتب هذه الآيات لمراد عنده سبحانه يريد إيصاله إلينا، لقول الله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. سورة الحجر، أقول تقدمت الأوجه في اقترانها بالسورة السابقة، وإنما أخرت عنها لقصرها بالنسبة إليها، وهذا القسم من سور القرآن للمئين، فناسب تقديم الأطول مع مناسبة ما ختمت به لبراعة الختام، وهو قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإنه مفسر بالموت، وذلك مقطع في غاية البراعة، وقد وقع ذلك في أواخر السورة المقترنة، ففي آخر آل عمران
واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي آخر التواسيل: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وهو صاحب الحكم وصاحب الأمر وصاحب الخلق، ألا له الخلق والأمر. وفي آخر ذوات ألف لام راء: وانتظر إنهم منتظرون، من سورة السجدة. وفي آخر الحواميم: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، في آخر سورة الأحقاف. ثم ظهر لي وجه اتصال أول هذه السورة بآخر سورة إبراهيم، فإنه تعالى لما قال هناك في وصف يوم القيامة: وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال هنا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النار ورأوا عصاة المؤمنين الموحدين الذين حكم الله عليهم بحكمه في العذاب ثم أخرجوا منها، تمنوا أن لو كانوا في الدنيا مسلمين. وذلك وجه حسن في الربط مع اختتام آخر ذا تلك بوصف الكتاب وافتتاح هذه به، وذلك من تشابه الأطراف. وختام إبراهيم: قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وافتتاح سورتنا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فكأنهما متصلات. سورة النحل: أقول وجه وضعها بعد سورة الحجر أن آخرها شديد الالتئام بأول هذه، فإن قوله في آخر تلك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الذي هو مفسر بالموت، ظاهر المناسبة لقوله هنا: أتى أمر الله. وانظر كيف جاء في المقدمة بيأتيك اليقين بلفظ المضارع، وفي المتأخرة بلفظ الماضي، لأن المستقبل سابق على الماضي كما تقرر في المعقول والعربية، لأن المستقبل سابق على الماضي كما تقرر في المعقول والعربية. مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضي مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضي في الكلام والإخبار لا في الزمن، فقولك الآن يقوم الناس لرب العالمين أي يوم القيامة سابق في الخبر، ولا يجوز أن يقال قام الناس لرب العالمين يوم القيامة إلا بعد تمام ذلك البعث. ثم ظهر لي أن هذه السورة شديدة الاعتلاق
بسورة إبراهيم، وإنما تأخرت عنها لمناسبة الحجر في كونها من ذوات ألف لام راء، وذلك أن سورة إبراهيم وقع فيها ذكر فتنة الميت ومن هو مثبت وغيره، وذلك أيضا في هذه بقوله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات، فذكر الفتنة وما يحصل عندها من الثبات والإضلال، وذكر هنا ما يحصل عقب ذلك من النعيم والعذاب، وذلك في قوله تعالى عن العذاب فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وفي النعيم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. ووقع في سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقد قيل إنها في الجبار الذي أراد أن يصعد السماء بالسنور. يروى أنه جوع نسرين وأوثق رجل كل منهما في تابوت، وقعد هو وآخر في التابوت، ورفع عصا عليها اللحم فطارا يتبعان اللحم حتى غابا في الجو. تفسير الطبري. ووقع هنا أيضا في قوله قد مكر الذين من قبلهم، ووقع في سورة إبراهيم ذكر النعم وقد عقبها قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ووقع هنا ذكر ذلك معقبا بمثل ذلك. سورة بني إسرائيل، اعلم أن هذه السورة والأربع بعدها من قديم ما أنزل، أخرج الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي، وهذا وجه في ترتيبها واشتراكها في قدم النزول، وكونها مكيات وكلها مشتملة على القصص. وقد ظهر لي في وجه اتصالها بسورة النحل أنه سبحانه لما قال في آخر النحل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فسر في هذه السورة شريعة أهل السبت وشأنهم، فذكر فيها جميع ما شرع لهم في التوراة، كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن التوراة كلها في 15 آية من سورة بني إسرائيل، وذكر عصيانهم وإفسادهم وتخريب مسجدهم، ثم ذكر استفزازهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإرادتهم إخراجه من المدينة، ثم ذكر سؤالهم إياه عن الروح، ثم ختم السورة بآيات سيدنا موسى التسع وخطابه مع فرعون، وأخبر أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلك، وورث بنو إسرائيل من بعده، وفي ذلك تعريض بهم أنهم كما استفزوا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوه من المدينة هو أصحابه كنظير ما وقع لهم مع فرعون لما استفزهم، وقد وقع ذلك أيضا. ولما كانت هذه السورة مصدرة بقصة تخريب المسجد الأقصى أسري بالمصطفى إليه تشريفا له بحلول ركابه الشريف، فلله الحمد على ما ألهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.